اقل بلد كان فيها مخطوط الشمال مصر، مع ان هو كان اتكتب هنا وسوريا من المكتبة القومية يعني السورية هدف الأماكن. وبعدين حسيت إنه المنافس محتاج لي. المنافس محتاج لك؟ طبعا، لأنه أديك قلت بعد 10,000 سنة وتحديت، طبعا بحبه جدا، بس أديك محتاج لها علشان أجمعك من تاني. من اللحظة دي لحد ما اكتمل ال 30 جزء عدى 12 سنة شغل. شغل امتحان. بس في يعني البهجة النتيجة منه أهم وأعلى من زعلك إن أنت بعت العربية. مكتبة اسكندرية ادتك ولا أنت خدت منها؟ لا، أنا مكتبة اسكندرية ما بشوفهاش حاجة منفصلة عني، بشوف إن احنا حاجة واحدة. يعني بدل ما ببصش للمسألة من زاوية مين بيدي للتاني. طموحك ايه بعد كده؟ في ايه؟ يعني طموحك انك تستمر على 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 نفس الحال، على نفس الدرجة، ولا عندك طموحات تانية؟ إدارية يعني؟ إدارية لا، ما عندكش طموح من زمان. مش من دلوقتي يعني. من زمان، من التسعينيات، وانا ما المسألة الإدارية دي لا تشغلني إطلاقا. ده هي المشكلة، إن ما عادش في طموحات تانية غير الإدارية حتى. كمان ما عندكش طموحات تانية؟ يعني ما ينفعش مثلا تبقى وزير ثقافة؟ ما ينفعش، لا تصلح. ليه؟ عشان عايز أكتب. طب ما وزير الثقافة الفنان فاروق حسني وزير درس؟ لا هو يرسم، هو حلو، بس أنا مش هعرف أكتب وأنا وزير. فأنا أفضل إني أقعد أكتب. وما عادش عندي وقت. ما عندكش وقت. أنا عندي إحساس دايما ان الوقت الرسمي للمباراه خلص وفي بقى الوقت الضايع، فانا دلوقتي بشتغل في الوقت الضايع، لازم الحق اجيب جول او اتنين لانه ما عادش في براح. فما بالتالي حكايه اصل حاجه اداريه وحاجه مش كمان الشخاليل دي ما تجذبنيش. احلامك ايه في الفتره اللي جايه؟ باختصار الجول اللي انت عايز تجيبه ده ايه؟ عايز ارجع للغه العربيه النصوعه بتاعها، النصوعه القران، عايزها تبقى لغه مشرقه. واحد، عايز انه اوصل القارئ الى حاله يشعر فيها بالتوحد مع الكاتب، وده عزيزين عمل جزء منه. ويمكن هو في تعمل خطوه كمان اكثر فيه. عايز اللي مستني يقرا لي يبقى واثق فيا، عشان احنا فقدنا الثقه. لو وصفت الشارع المصري في جمله توصفها في ايه؟ كون. الشارع المصري كل حاجه. الشارع المصري فيه بنات الليل واقفين على العمود النوم، وفي الشاب اللي هو طالع على المطار عشان هيروح هيشتغل بقى وياخد جايزه نوبل بعد كده في الفيزياء، هو ده الشارع المصري. في واحد قاعد على القهوه مش عارف هيتعشى النهارده ويكتب قصه قصيره عشان هينشرها في مجله مش عارف ايه، وجنبه على طول المقاول اللي هو بيحاول يخرب عمارة عشان تقع، عشان يبيع الأرض، عشان الأرض غليت في الحتة دي في الشارع المصري. علمت ولادك ايه؟ انه يبقوا هما يعني ان يختار ويتناقش عشان كده علاء ابني احسن مني بكتير. يعني هو اذكى بالصوت، بس هو متعلم احسن ما انا اتعلمت. مستقل اكتر، مستقر كمان اكتر. يعني باعتبار يعني ان في العبد اللي كده وبالتالي دي علامة
انه الدنيا بتبقى احسن. ما هو اللي جاي. لما بقابل نفسي انا بي لما كنت في سنه يعني انا لا هو اعلى بكتير. مش مهم هو هيطلع ايه، انا ما دخلش في حياتي بناقشه، بس احنا اصحاب اصلا. وعندي 21 سنه بس وسيم كده وجميل. ربنا يخليك. الله يخليك. البنات القاعده عندي كانت ان محدش يقهرها ابدا. يعني البنت ما تبقاش مكسوفه انها بنت، عادي انت بنت وده ولد وبس. يعني ما تبقاش هي خجلانه. يعني ما قلتش لا هو صغير يا واد خليك راجل. عشان لو اقول له كده هقول لها يا بنت خليكي ست. لا هو كل واحد يكون اللي ربنا عرضه له، ولد ولا بنت، بس ما حدش يخجل ولا يستعلي. فبالتالي وعلاء الاكبر بس مش مسموح له يقهر خاطب اطلاقا لا هو ولا غيره. علشان يبقوا احرار. انما الادب المصطنع اللي هو برضه في الشارع المصري، ما هو بقول لك الشارع المصري ده كون في كون تسمح لبناتك ان هم يقروا دواوين او مخطوطات او اشعار من اللي حضرتك تفضلت وذكرتها دلوقتي وقلت ان هي لا تسمح بالتداول علنا. لا هم بس يفهموا الكلام وخلاص. يعني التقرير بتاعي ان ده مثلا انا دلوقتي او ده دك، مش علشان ان ده يعني صريح وده مغني وده لا. دكتور من فضلك وجه رساله للمسيحيين مصر اللي ممكن يكونوا زعلانين او اتضايقوا او حصل لهم التباس او ما يقدروش يفهموا وجهه نظرك، وجه لهم رساله في 20 سنه. لا مفيش، اقول لهم انه مفيش حاجه تزعل اصلا، وانه اللي يحب اذا كان الموضوع هو عزازيل فيبقوا يقروا الروايه بعيدا عن التوجيه الابائي ليها، لان الاباء ليهم حسبه اخرى غير الحسبه اللي اتكتبت بها عزازيل. كتبوا اصدقائك ولا اعدائك؟ دول ودول. دول ودول. يعني 50% اصدقائك 50%. على حاجه في حياتك؟ انا حاجات ياما قوي، حاجات كتير ندمت عليها كتير. معظم الحاجات معظم الحاجات ندمت عليها، يعني زي ان انا في اليوم الفلاني زعلت فلان لما قلت له كذا ما كانش صح. لا ده ندم بسيط، انا قصدي ندم في قرارات. لا مش بالمعنى ده. بس انا كان نفسي افتح سوبر ماركت. لسه ما جاي افتح سوبر ماركت. كنت هتخسر؟ ما كنتش هتخسر. لا لا انا مش عشان مكسب الخسارة، عشان يبقى بالي باين صغير كده. ولا كان هيبقى بالك باين الخسارة، هتخلي بالك ما يروقش، بعد كده ترجع تفكر في ولادك، مش الأزمة الاقتصادية العالمية يعني مستقبلهم. لا لا مش بالسوبر ماركت الصغير بس، كنت الدنيا. لا لا انا دايما يعني ده بيتحول إلى يعني زي حلم مهدئ. ليه؟ عشان دماغي بتشتغل بشكل عنيف جدا. فتخيل كده يا سلام، يعني بدل الانشغال بالمسائل الكبرى دي، لو كان انا حياتي عباره عن واحد قاعد على سوبر ماركت كده بيبيع الحاجات وخلاص، في ولد صغير بيناولهم ورايق.